اهدي ان شاء نهاركم طيب، ان شاء الله عيدك مبروك للمرأة التونسية. نجمة صباح على نجمة اف ام. مريم مولاي سليم. سالي حايم اليوم حدك غادي يرد بالك، رد بالك تقدم خطوة أخرى. سلك في أموري معاكم روا. ويا ربي كل عام وانتوما حيين بخير. فرحان برشا أنه اليوم في تونس بالمستوى التطور اللي وصلنا له اليوم على مستوى الحقوق والحريات للمرأة التونسية. المرأة راهي تتعامل معنا في تونس كشريك، هذا راهو بالتاريخ تونس العظيم. دونك رانا نبداو فرحانين وما تسحقش لايت برك. أكيد هي كل يوم تحتفل بعيدها وبإنجازاتها على خطر إنجازات تحسب للمرأة التونسية قدام المرأة العربية الحقيقة، خطر حبينا ولا كرهنا نقعد ديما في مقارنة مع العالم العربي. فهنيئا لك أنت المرأة التونسية اليوم. المرأة التونسية شيفر دي جور. شيفر دي جور. شيفر دي جور. حديثنا حديث الأرقام وضيفتنا لليوم. ضيفتنا لليوم السيدة نادية طويهري مديرة الإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للأحصاء، باش تحاول تعطينا عديد الأرقام اللي تهم واقع المرأة التونسية لليوم. مدام نادية صباح النور. صباح الخير عسلامة. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف مليون مليار خير. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يوم سعيد ويوم معناها مليء بالأفراح والمسرات للمرأة التونسية وللمرأة في كل مكان معناها على الكوكب هذا. لأن حبينا ولا كرهنا المرأة هي نصف المجتمع ومحرك من محركاته. إذا تعطل المحرك من محركات المجتمع فيبقى المجتمع يعني نوعا ما في إعاقة دائمة. إذا لابد معناها من وجود هذا النصف المكمل للمجتمع لمزيد من الرقي. صحيح مدام نادية، بلغة الأرقام المرأة التونسية بدأت تفوت ماش مقارنة أما بدأت تفوت الرجل التونسي على مستوى العدد، على مستوى حضورها وتميزها خاصة في مستوى الدراسات والشهادة العلمية، ماشي وتتقدم تدريجيا المرأة التونسية. كلامك صحيح. أنا ربما اليوم معناها هي الكثير من الأرقام تقتل الأرقام، لذا اخترت معناها زوج المواضيع اللي هما ربما يعطونا واقع الأرقام، واقع المرأة التونسية من خلال الأرقام. كيف ما تفضلت وقلت أنه القوانين، ترسانة القوانين اللي عندنا في تونس هي من معناها ليس لها نظير في العالم العربي، وربما في بعض البلدان الأوروبية أحلى نفوقها معناها من حيث القوانين. يكفي فخرا أنه معناها مجلة الأحوال الشخصية صدرت قبل معناها الدستور البلاد معناها. فهمت هذا صحيح. يوريك معناها أنه مكانة المرأة التونسية مش من اليوم، مكانتها وقع التفكير فيها والعمل عليها معناها قبل الاستقلال، والمفكرين التوانسة من طاهر الحداد إلى غير ذلك. يعني المرأة التونسية كانت في قلب الموضوع، في قلب القوانين. إذن ترسانة القوانين هذه اللي تتمتع بها المرأة التونسية هل هي معكوسة اليوم في الأرقام المتواجدة؟ نعم وإلا لا، هذا السؤال اللي يطرح نفسه. بالنسبة للقوانين نحن اليوم مطمئنات ونحن نرنو إلى المزيد من تحقيق يعني تقدم على المستوى القانوني إلى ذلك. ولكن بالنسبة للأرقام ربما المجال الإطار القانوني الذي استفادت منه المرأة التونسية كثيرا هو القوانين التي أصدرت في تعميم التأسيس فيما يخص مجال التعليم، يعني تعميم التعليم بالنسبة للجنسين وتنظيم تطوير المنظومة التعليمية. هذا اللي أدى القوانين هذه شنو أدى يعني كيف تعكست على الأرقام. عام 75 مثلا التمدرس بالنسبة للذكور كان في نسبة 70% في حين الإناث كانوا 49% فقط. اليوم نوصلوا البنات التمدرس ما يفوت الأولاد معناها البنات اليوم في 97%، يعني المرور من 50% عام 75 إلى قرابة 97% اليوم. إذا شنو الحاجة الباهية الأخرى اللي القوانين هذه أدت إليها؟ نلقوا اليوم كيف ما تفضلت سيادة قلت أنه عدد الطالبات يمثل هو قرابة 66% الطلبة، يعني على 10 طلبة اليوم نلقوا قرابة 6-7 طالبات. صحيح. الحاجة الأخرى أنه نسبة مستوى التعليم العالي معناها اليوم كي ناخذوا البنات اللي معناها ناخذوا الإناث نلقوا أنه في الإناث قرابة 16.8%
مستواهم تعليم عالي. 16.8 بالمئة عدد الطلبة يعني. من لا مش من عدد الطلبة، من المواطنات التونسيات، معناها المواطنات التونسيات مستواهم تعليم عالي 16.8% مستواهم تعليم عالي، في حين الرجال نلقوا 14.8%. معناها لهنا نشوف أن التشريعات في مجال التعليم إلى غير ذلك هي معناها دفعت بالمرأة أنها تقرأ، أنها تحتل معناها مراتب متقدمة في جميع المجالات العلمية. ولكن مدامنات، ولكن مدامنات أعطي جزء لكن الكبيرة، لكن الكبيرة حضورها على مستوى أعلى هرم، أعلى هرم مثلا في ليبوست في الشركات كان ضعيف، ما هوش أكسيسيب برشا للمرأة التونسية لسوء الحظ. أنت تعرف معناها أنا هذا كلامك صحيح، لكن أنا باش نعطي الكونتراست لكن في موضوع آخر اللي هو يمس أكثر حتى من الولوج إلى المناصب العليا. المناصب العليا هذيك تو نرجع نحكي عليه كان عندك شوية وقت، ما يتم تو موضوع حارق آخر يعني قدام هالشهايد هذه وقدام المستوى التعليمي العالي هذا نلقوا اللي مشاركة المرأة معناها في سوق العمل هي مشاركة محتشمة جدا معناها في حدود. اليوم نلقوا أنه معناها اللي نحب نبسط هنا الأرقام باش ما ندخلش في اللي ديفينيسيون الإحصائية لغذلك، نقول لك اليوم الناس اللي يشتغلوا الموجودين اليوم في سوق الشغل واللي هم يشتغلوا معناها على 10 نلقوا كان أقل من 3 نساء موجودين في سوق الشغل اللي هم يشتغلوا معناها أقل من 3 ويقالوا أجر أقل من 3. ما تنسيش يعني الشهادة اللي نحكي عليها راهو نسبة البطالة متاع المرأة اليوم هي ضعف الرجل. نمشي وتوا هذا أنا الراه اللي هو موضوع حارق اللي نسبة بطالة حاملات الشهادة العليا اليوم تفوق 38% مقابل 16.8% للرجل. حكينا على الشهيد راهو معناها تحسها معناها ما تقبلش الحكاية. معناها انا كنت نحكي لك على مستوى تعليم عالي، نحكي لك على 66% من الطلبه من الطالبات اليوم يمثلن عدد الطلبه، نحكي لك على مستوى التعليم العالي للاناث اليوم يفوق بثلاث نقاط او 0.5 نقاط مستوى ولكن انا نحكي لك هنا على نسبه بطاله حاملات الشهادات العليا 38%. هذه تحب تهزني الموضوع اخر سامحوني ربما اطلت. موضوع اخر هو موضوع المراه الريفيه اللي يطرح بقوه ويطرح برشا. اليوم يلزمنا نبدلوا النظره، اليوم المراه الريفيه ما عادش نخموا في البنت اللي تمشي لبطلها ابوها ما تمشيش للمدرسه على خاطر يخاف عليها، ليه الموضوع ما عادش هكا، ما عادش هكا الموضوع. اليوم الموضوع بالنسبه للمراه الريفيه هي المراه التي معناها الطفله التي تعلمت والتي ذهبت الى الجامعه واخذت شهاده من الجامعه وهي تحلم بأن معناها يكون لها حظ من المصعد الاجتماعي عن طريق الدراسة وتكمل دراستها وتلم شهادتها وترجع إلى الريف لتتقوقع وترجع تقوم بالأعمال الفلاحية وكأنها لم تدرس يوما. هذه فريمو الموضوع الحارق اللي أنا اليوم نحب نسلط عليها الأضواء. اليوم ما عادش فما مشكلة متاع مدرسة، اليوم ما عادش فما مشكلة، اليوم فما مشكلة متاع الطالبات الذين يعدنا التي يعدنا بالشهائد يحطوها على جنب وتطلع في الكاميونة تمشي تخدم معناها يعني مدام تخرج الصباح الخمسة بتاع الصباح تمشي بالخمسة وبالعشرة كيلومتر وتعدي شطر نهار ونهار كامل مطيشة ما بين الكار وما بين الليسي خاطر تنجم عندهم زادة مشكلة متاع النقل الغادي والنقل الريفي وتوصل تقرأ وذيكم رغم الظروف ورغم التعب وتوصل تحصل على النتيجة وفي الأخر تلقى روحها زي ترجع بتويلي منول وجديد وين ما كانت كأنه ما عملت حتى شيء في حرقة وبستريس وبنفسية متعبة وبغير ذلك إلى غير ذلك. يعني أنا نتصور يعني خطر عليش جبت موضوع المرأة الريفية لأنه موضوع المرأة الريفية يتداول كثير ولكن من زوايا أخرى. الزاوية هذه اليوم الطالبة التي درست ما نعرفش أنا خرجت من ريف من الأرياف وذهبت معناها درست في مناطق معناها ورات يعني زملائها كيف عايشين الحياة والعمل وربما معناها هي ما تنجمش تعمل هجرة داخلية كي تستقر في الأماكن والهجرة الداخلية ليست حل في نهاية الأمر إلى حد ما ماهيش حل.
وراو باش تخرج من الريف انه يقبل دار والعيله الكل تخرج الطفله تمشي تقرا راهي ماهي سهله الحكايه. نعم. بعد ان تعاود ترجع ماهي سهله الحكايه الاجتماعيه هذه ما حبيتش نحكي عليها يعني هناك معناها تقاليد وعادات الى غير ذلك اللي هي تمنعها معناها ما تخليهاش يعني تتمتع بالشهاده. سانومبيش سانومبيش ديما نقول لكن ديما نقول لكن ديما 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 نبقاو معناها نعملوا جاهدا انه مع القوانين يتم تطبيق يعني السهر على تطبيق هذه القوانين خاطر انا متاكده انه الترسانه من القوانين التي تتمتع بها اليوم المراه التونسيه اذا تم تطبيقها ووجدت قوانين اخرى مطبقه لهذه القوانين انا متصور الوضع سيكون احسن. فهمت؟ صحيح. بالحق يلزمنا نعالجوا معناها مساله المراه يعني نذهب الى الواقع معناها نمشي نمس الواقع نغير واقعها لان المراه التونسيه اليوم ماهيش راهو ربما نعطيك رقم اخر ربما يصدمك شويه وانه راهو اون فان دو كونت واحنا نحكيو على 16.8% من النساء معناها نقولوا 17% عندهم يعني من اصحاب يعني مستوى تعليم عالي الكومبليمون تاع 17% يعني مين نحي منها 17% يعني قرابه 83% 83% هذوما راهو مستواهم اقل من البكالوريا معناها حتى انت اليوم كإذاعي كمنشط تلفزي كسياسي يا اخي راك انت تخاطب في حتى معناها تو سيكس كونفوندي انت تخاطب في 80% من الشعب التونسي مستواه تحت دون البكالوريا معناها يلزم حتى خطابك ترشده صحيح باش المتلقي يفهمك صحيح يعني انا راه اليوم حتى في البلاتوات واحد كانه الشعب الكل مستواها معناها تعليم عالي فما فوق بكالوريا معناها وبربي يا مدام وبربي مدام نادي خلي جي بروفيت ونختم معاك لذيق الوقت أكل يعملون ساعات لسكتش على المرأة التونسية قزم في المرأة التونسية وقالك اللي يبدأ ميكرو تريتوار هكا كم كاميرا وهبت لشارع تونسي ويجيبوا رجل يبدأ يحكي بطريقة خايبة على المرأة التونسية قال شنو يفادلك هي بربي لي المرأة التونسية ماهيش هكاك خاطر ساعات تسمع ديز انترفونسيون وناس تبارتاجي ريتو كيفاش حكي المرأة التونسية المرأة التونسية بها أو المرأة التونسية عليه أو الدرجة لي ما عادش المرأة التونسية هذيك اليوم رانا نحكيو على قيادات كبيرة موجودة المرأة التونسية ما زالت موجودة في الإدارة قاعدة تقري طبيبة أستاذة موجودة حتى في المؤسسة الأمنية من الخدمة اللي صعيبة أون كيلكو سور دونك اليوم احتراما للمرأة التونسية وتاريخها من تونس تعاملها باش لازم يكون فيه برشا رقي. مدام نادية تويري مديرة الإحصائيات الديموغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء نشكرك على تدخلك معنا إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. خلي حبيت نقرأ لكم حاجة الحقيقة بشوفه مهم برشا للمرأة التونسية وكيفاش لازمنا نتعاملوا معها. حبيت نقرأ لكم رسالة من الزعيم الحبيب بورقيبة كان بعثها الوسيلة بورقيبة نهار 5 جانفي 1953. شنو قالها بالضبط في الرسالة؟ أنت ترجونني أن أمزق رسائلك فمسوداتك اللطيفة شديدة الوقع على نفسي. افهموا الحبيب بورقيبة اللي اون كيلكو سورت ما كادوش أنه يقاوم معتها مستعمر فرنسي ولكن ان ديتاي مهم برشا انه اليوم كلمتين حرفين مع المرأة التونسية يقعد هذاك نرجع لك وراء كل رجل عظيم امرأة. احنا مازلنا مكملين معاكم في نجمة الصباح بعد شوية حديثنا على جوزيل حليمي للناس اللي ما تعرفهاش اليوم فرصة باش تعرفها وللناس اللي تعرفها باش تعرف عليها أكثر خليكم معانا. ابدا نهارك مرتاح واسمع نجمة الصباح الورد الأحمر عود